مجموعة خطايا يرتكبها الإنسان باللسان. ارتكبها اليهود، ارتكبها اليهود المتدينين، ارتكبوها وهم في عمق تعلقهم بالدين، ارتكبوها وتشابهوا بها مع الأمم. احنا لما قرينا رومي أصحاح واحد وهو بيقول لنا عن الانحدار والفساد الرهيب في الأمم، قلنا دي مصيبة سودة، أصل ناس ما عندهمش دين. طب هو جاب لنا بتوع الدين، جاب لنا اليهود اللي غرقانين في الدين ومتمسكين بالدين. اقرأ معايا واسمع بس أوصاف اللسان بتاعهم. يقول لك أول حاجة، حنجرتهم قبر مفتوح. يا ساتر، طالع موت وعفونة الموت. اللي طالع الكلام كلام مسيح، يقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، وكلام الناس حتى المتدينين حنجرتهم قبر مفتوح. أحبائي عندما أراهم أحاطوا بصليب المسيح يسخرون ويستهزئون من القدوس، أقول حنجرتهم قبر مفتوح. لكن كمان يقول بألسنتهم قد مكروا، بألسنتهم قد مكروا. لسان كاذب، لسان مش مستقيم أبدا، يقول كلمة وبعدين لازم تقلب وراها وتكتشف إنها ما كانتش مظبوطة. حتى عندما جمعوا على المسيح شهودا كانوا يجمعون شهود زور، ودول رؤساء الكهنة اللي كانوا بيعملوا كده. أدي الناس اللي كانوا متدينين في وقت المسيح. بعدين يقول سم الأصلال تحت شفاههم. إيه بقى سم الأصلال تحت شفاههم؟ الصل ده نوع من التعابين الحياة اللي لا يوجد إلا في مصر وليبيا في الصحراء، ده اللي ماتت بيه كليوباترا، نوع بيخبي السم تحت شفته وبس يطلعه. مجرد ما الشخص يعني يوصله السم ده مفيش فرصة للعلاج لأنه بيموت فورا. وكأنه يقول الناس تحولت إلى حياة بتلسع وتقطف. معقول المتدينين؟ أيوة، أهو كلام الله بيقول كده، إنه المسألة مش تدين، المسألة تغيير قلب. إذا لم يتغير القلب أنت لك فضل لكنك لست الأفضل. إذا لم يتغير القلب يظل الإنسان في شره وفساده. ثم يختم المجموعة الكلام عن اللسان أو الفم والكلام، يقول فمهم مملوء لعنة ومرارة. ما عندوش غير اللعنة والمرارة، كل شيء وحش، وينكس في كل الناس ويسود عيشة كل الناس وشايف كل حاجة وحش. هؤلاء هم المتدينين. أحبائي هل معقول الله بيبعت لنا النصوص الدينية علشان يخلق في النهاية شعب بهذا الشكل؟ هذا ما حدث مع اليهود، حاشا لله، حاشا لله. لكن ده اللي بيأكد لنا الاحتياج للإنجيل. الإنجيل رسالته الأساسية أن التغيير ليس من الخارج، تغيير من الداخل. هل تأتي لكي يغير الرب القلب؟ بدلا من أن نتمسك في مظاهر دينية قد يكون لنا بها فضل لكن مستحيل تجعلنا الأفضل.